نجي الاكزامبل 221. هذا الاكزامبل راح يفهمنا ويشرح لنا المفاهيم اللي تعلمناها السابقه حول السيركت الكتريك سيركت. Determine the number of branches and nodes in the circuit shown in figure. Identify which elements are in series and which are in parallel. عندنا نعرف كم element. 1 2 3 4 elements يعني 4 branches اللي هن 10 مصدر فولتية، 5 ohm مقاومة، 6 ohm مقاومة، 2 ampere مصدر تيار هم element. The circuit has 3 nodes. نعرف بأنه هذا node أكيد. شوف هذا وهذا وهذا مرتبطة سوا، إذا هذا نود بحد، هذا وهذا وهذا مرتبطة سوا، هذا نود، فإذا ثلاثة نودز، 1 2 3 لأن ماكو هنا elements بيناتهم، فإذا كل النود واحد مرتبطة سوا. The circuit has 3 nodes as identified. The 5 ohm resistor in series with the 10 volt voltage source. أكيد العشرة ويا الخمسة ohm راح يكونن اثنين على التوالي، اذا التيار نفسه تمام، وستة ويا المصدر مال التيار راح يكون توازي، هذني توالي هذني توازي تمام، هذني فولتيه نفسين، والفولتي هاي تعادل مجموع الفولتي هذني الاثنين لان على التوازي منا ومنا وياها، لكن التيار هنا نفسه، التيار هنا يختلف عن التيار هنا، بس التيار هنا بالعشرة مصدر الفولتيه وبالخمسة اوم راح يكون نفس التيار لان على التوالي. فكاتب لك اياها هنا with the 10 volt source because the same current would flow in both 5 ohm وال 10 volt. The 6 ohm resistor is in parallel with the 2 ampere current source because both are connecting the same nodes to 2 3, not 2 not 3 مثل ما هنا مرسوم تمام. مثال بسيط ان شاء الله. Example 22. How many branches and nodes does the circuit in figure هلقد have? Identify the elements that are in series and in parallel. أكيد هذا بالتوازي مع هذا تمام، هذا بالتوازي مع هذا تمام، لكن هذا شوف العنصر يختلف هنا، هسه راح نشوف شنو الحل مالته. زين كم element؟ 1 2 3 4 5، 5 branches تمام. كم نود؟ عندنا هذا نود واحد هنا يشمل ذني كلهم، عندنا نود واحد هنا يشمل ذني كلهم، عندنا نود واحد جوا يشمل ذني كلهم، فعندنا 3 nodes. لا شوف انه هواي بس انه 3 نودات. 4 branches and 5 branches العفو، هذا 1 2 3 4 5 5 branches and 3 nodes. شوف 1 2 وهذا كله 3. The 1 ohm and 2 ohm resistor ما عندنا هنا بصراحة 2 ohm resistor، بس هو يمكن يقصد الواحد وال 6 ohm، هاي 6 ohm هنا، ف خلينا نجي نرسم هاي 6 اوم، عود يسميها 2 اوم، فواحد ويا 6 اوم هنا راح يكون على التوازي ار ان بارلل، الاربعة والعشرة ار ان بارلل تمام، الاربعة والعشرة اللي يعني العشرة فولت والاربعة اوم هذني هم على التوازي. هاي شنو تعتبر؟ اذا هذا حليته على التوازي تقدر تطلع القيمة الوحدة مالتهن، يعني اذا حليت هاي سويتها مقاومة وحدة، المقاومة الوحدة حاصل طبعا ضرب ذني على حاصل مجموعهن، بعدين راح تتعلمون هذا الشيء، راح تصير مقاومه واحده على التوالي مع هاي المقاومه، وتصير اثنيناتهن نوع مقاومه واحده وهذني نفس الشيء، بعدين راح ان شاء الله تاخذون الفكره. هسه اللي عليكم تعرفوه بانه عندك هنا اثنين على التوازي، هنا على التوازي هم مصدر فولتي مع مقاومه، وهنا ما لك علاقه هاي بها المقاومه. هسه الان وعرف 1 2 3 4 5 برانشز، عندك نودات 1 2 3. خلينا نشوف اومز لو وكيرشوفز لو، هو اللي يخلينا نتعرف شلون نقدر نحل التيارات والفولتيات داخل هاي الدوائر. قانون اوم انتو اصلا اخذتوه اللي هو الفولتيه يساوي انه حاصل ضرب التيار في المقاومه، لكن كيرشوف لو وكيرشوفز لوز هن قانونيا كيرشوف كرنت لو وكيرشوف فولتج لو، كيرشوف كرنت لو كي سي ال اند كيرشوفز فولتج لو قانونين خاص بالفولتي وخاص بالتيار، عن طريق ان تقدر تطلع بعد قوانين اضافيه وتقدر تحلل الدوائر الكهربائيه بطريقه سهله ان شاء الله. الكيرشوف كرنت لو از بيست اون ذا لو اوف كونزرفيشن اوف تشارج تمام، يعتمد على قانون حفظ الشحنه، والكي في ال از بيست اون برنسبل اوف كونزرفيشن اوف انرجي، قانون حفظ الطاقه اللي هو الكيرشوف فولتج لو. فالكرنت لان ما التيار فاكيد يعتمد على الشحنه، لكن كيرشوف فولتج لو على الانرجي.
تمام. كيرشوف كرنت لو بشغلتين فرق، هو كيرشوف كرنت لو وكيرشوف فولتج لو، كل واحد له فد ميزه. خلينا نقول كيرشوف's current law states that the algebraic sum of currents entering a node or a closed boundary is zero. يعني مجموع التيارات على النود يساوينا صفر. In other words, the sum of currents entering a node is equal to the sum of currents leaving the node. يعني إذا عندنا نود خلينا نقول هاي مقاومة وهذا نود هنا، تمام، وهاي مقاومة هنا، هنا عندنا مقاومة. الانترنج ذا نود مجموعهن هذين الاثنين داخلات النود، وفرضا هذا خارج من النود تيار، هذا اتجاهه خارج، هذين داخلات، فمجموع ذني يساوي لنا مجموع الخارجات. مثلا اكو بعد واحد ثاني خارج منه، تمام. In other words, the sum of currents entering a node فرضا هذا وهذا is equal to the sum of currents leaving the node فرضا هذا وهذا، او مجموعهم كلهن يساوون صفر، نفس الشيء، تمام؟ عبر اللي يساوي او يساوي صفر، مجموع الداخلات يساوي مجموع الخارجات او مجموعهم كلهن يساوي لنا صفر. هذا كيرشوف كرنت لو، اوكي؟ خلينا نشوف كيرشوف فولتج لو شنو الميزه مالته. It states that the algebraic sum of all voltages around a closed path or loop is zero. In other words, sum of voltage drop equal to sum of voltage raises. يعني عندنا لوب، تمام؟ اللوب فرضا بمقاومات هنا، تمام، وبمصدر فولتية هنا فرضا. الفولتية اللي هنا مجموعهن فولتيات ذني يساوينا صفر، مجموع الفولتيات بهذا اللوب يساوينا صفر، او الفولتية الناتجة من هذا المصدر مات الفولتية يساوينا مجموع الفولتيات هنا اثنيناتهم، تمام. هذا الفولتية مصدر الفولتية يساوينا مجموع الفولتيات راح تستهلك بهذا، فنفس الشيء sum of voltage drops، فولتج دروب هنا، فولتج دروب هنا يساوي سم اوف فولتج رايزز المصدر الفولتية، تمام، او مجموع هالثلاثتين يعني يساوينا صفر، اكيد مجموع كل يعني يساوينا صفر. فهذا الكيرشوف كرنت لو والكيرشوف فولتج لو، وراح نشوف ان شاء الله بالامثله وتطبيق انه راح تكون كلش بسيط وكلش حلو ان شاء الله. فهنا ال KCL كيرشوف كرنت لو مجموع التيارات يساوي لنا صفر، من N يساوي لنا من التيار الأول فرضا للمجموع N، مجموع التيارات المهم يساوي لنا صفر. When N is the number of branches connected to the node and IN is the nth current of entering the node or leaving the node، نفس العملية بين ال entering وال leaving، الإشارات أكيد راح تتقلب فأكيد راح يساوي لنا صفر بالأخير. فهنا مكتوب currents entering a node may be regarded as positive while current leaving the node may be taken as negative or vice versa، او تساوي، تحط علامة يساوي. يعني اذا عندك هسه هنا مجموع، شوف هسه مثلا I1 تمام وال I4 وال I3 مجموعات، تمام، يساوي لنا I5 زائد I2، او تقول I1 زائد I3 زائد I4 ناقصا I5 ناقصا I2، نفس العملية. هنا حاط لك اياها، شوف I1 ناقصا I2 لان يعني خارجه، زائد I3 زائد I4 ناقصا I5 يساوينا صفر، او تقول I1 زائد I3 زائد I4 يساوينا I2 زائد I5، كلش طبيعي، تستعمل هاي او تستعمل هاي، هي راح تغني لك عن هذا الشرح اللي هنا الموجود، بانه ال I مجموع ال I انترنج يساوينا مجموع ال I ليفينج، او تقول مجموع كلهن، لكن لا تنسى تاخذ الاشاره السالبه للاتجاه العكسي، ممكن انت تقول الداخل هو الموجب والخارج هو السالب او العكس، ماكو مشكله.